بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أصحاب الفخامة والسمو، السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي، حضرات سيدات والسادة، ونحن نختتم قمتنا أود أن أعرب لكم عن عظيم امتناني لتحقيق مقاصدها النبيلة وأهدافها الجوهرية بعد يومين من العمل الجاد والبناء والنقاش الأخوي المثمر. شاكرا لكم باسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري حضوركم المتميز ومشاركتنا إحياء الذكرى المجيدة لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة. وفي هذا السياق يطيب لي أن أشيد على وجه الخصوص بالروح الأخوية التوافقية التي سادت أشغال القمة، والتي سمحت لنا باستعراض الأوضاع السائدة في منطقتنا العربية وفي محيطنا الإقليمي وكذا على الساحة الدولية، واتخاذ عدد من القرارات الهامة التي من شأنها أن تتوجه بعملنا المشترك مباشرة نحو المواطن العربي للتكفل بهمومه والاستجابة لتطلعاته المشروعة. كما أشيد بالآراء القيمة والمبادرات الحكيمة التي تم التوافق عليها بشأن إطراء مخرجات قمتنا، وتأكيد التزامنا المشترك والثابت بالدفاع عن قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي جددنا كلنا بشأنها دعمنا المطلق للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود جوان 67 وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية، والتي تمثل الموقف العربي الموحد إزاء قضيتنا المركزية، بالإضافة إلى اتفاقنا على تنسيق وتوحيد الجهود لمرافقة مسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعم طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة. شكلت قمة الجزائر محطة هامة لتعزيز التضامن العربي في سبيل حماية مصالحنا المشتركة والعمل كمجموعة موحدة وقوية بمقدراتها ومواردها للتموقع فعلا، أن نكون مؤثرين أصحاب الفخامة والسمو، حضرات سيدات وسادة. إن القرارات الطموحة تدفعنا لمضاعفة الجهود خلال فترة رئاستنا للمجلس من أجل العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإنني على يقين أن روح التوافق والتضامن التي ميزت هذه القمة ستكون حافزا للمضي قدما نحو تجسيد أهدافنا المشتركة. كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أعرب عن خالص دعمنا لدولة قطر الشقيقة، وهي تتأهب لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، والإشادة بجهودها لإعطاء صورة مشرفة تليق بعالمنا العربي
وثقافته الزاخرة بالقيم النبيلة، كما نعبر عن دعمنا المطلق لجمهورية مصر العربية الشقيقة التي تستعد لاحتضان الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ، متمنين لها كل النجاح والتوفيق إن شاء الله. وفي الختام لا يسعني إلا أن أجدد لكم عبارات الشكر والتقدير، شكرا لمشاركتكم المتميزة، وشكرا لمساهماتكم القيمة في إنجاح قمة الجزائر، وشكرا لجعلها قمة للم الشمل وتعزيز التضامن وتوحيد الصف العربي في ذكرى أم الثورات، ثورة الفاتح من نوفمبر الخالدة. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا خير شعوبنا وأوطاننا، وأن ييسر لأمتنا العربية سبيل الوحدة ولم الشمل. وبهذا أعلن اختتام مجلس على مستوى القمة في دورته الحادية والثلاثون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.